بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستاذ رائد مرتضى مصرابي كافي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم من جديد في سلسلة دروس تعليم HTML. معنا النهاردة شباب والدرس رقم 27. النهاردة بإذن الله طبعا الحلقة اللي فاتت بنكون ختمنا سلسلة الجداول، هنبتدي ابتداء من حلقة النهاردة سلسلة جديدة هي سلسلة النماذج or forms. هنشتغل النهاردة من حلقة اليوم على النماذج. إن شاء الله جدول محاضرات حلقة اليوم أو جدول عناصر محاضرة اليوم هنتكلم فيه عن ثلاث نقاط أساسية: What is forms؟ يعني إيه نماذج forms؟ Why we need forms؟ إحنا محتاجين النماذج ليه في تصميم المواقع؟ يا ترى فايدتها إيه؟ النقطة الثالثة بتكون الجزء العملي: How to create a form؟ إزاي نبتدي نشتغل عملي ونصمم form with HTML؟ النقطة الأولى بتكون What is a form؟ يعني إيه نموذج؟ الناس اللي اشتغلت على Visual Basic ممكن تكون الكلام يعني بالنسبة لها عندها خلفية عليه. الفورم ده يا شباب عبارة عن مساحة من العمل تمكنك من ان انت تسحب عليها مجموعة من الادوات لاضفاء نوع من الانتر اكتيفيتي، التفاعلية ما بين المستخدم وما بين اقصد المستخدم اللي هو الشخص اللي بيستخدم البرنامج وما بين البرنامج نفسه. ده بالنسبة للناس اللي بتشتغل فيجوال بيزك او ان اكس في تصميم الموقع، بنقول the forms لاضفاء نوع من الانتر اكتيفيتي ما بين اليوزر وما بين السيرفر، ما بين السيرفر نفسه او الموقع. مثال حي يعني ايه فورم؟ ده نموذج، ده اللي نقصده بكلمة فورم يا شباب. ما تيجي نبص على ايه الادوات او مجموعة التول بوكس الادوات التولز اللي بيتكون منها الفورم. زي مثلا this is a tool box، هنا ممكن تكتب اسم معين، هنا ممكن تكتب ميل معين، هنا ممكن تكتب العنوان، هنا ممكن تكتب السن، زي ممكن تختار واحدة من الاثنين، تمام. هنا ممكن تختار مجموعة او ممكن تختارهم كلهم، او زي ممكن ما تختارش ولا واحدة منهم، ممكن تختار واحدة وتشيل اختيارك منها، ممكن تختار حاجة معينة من الليستة ديت، ممكن تكتب مجموعة من الملاحظات لو انت حابب، ممكن تعمل سبميت سن للداتا، ممكن تعمل كلير عشان يرجع لك الحقل كله للوضع الافتراضي. This is the form، ده هو النموذج يا شباب. وان شاء الله ده الشكل اللي احنا هنحاول ان شاء الله نحكي او نوصل لمستوى اعلى منه باستخدام التوتوريال ديت او سلسلة الحلقات ديت بفضل الله عز وجل. ده بالنسبة لأول نقطة، يعني ايه فورم. النقطة الثانية بتكون why we need forms، احنا محتاجين ليه الفورم، او بتميل اكتر ليا ترى ايه الاستخدامية بتاعة الفورمز in HTML او في تصميم المواقع. This is what I called في بداية الحلقة، او اللي انا سميته بالinteractivity، اطفاء عنصر التفاعلية ما بين اليوزر العادي وما بين الويب سايت، تمام، ما بين الموقع وما بين المستخدم العادي. شايف المواقع من غير فورمز ما فيهاش تحس بانها ستاتيك، انت ما بتقدر تشارك في الموقع، لكن بالفورمز انت ممكن تكتب اي حاجه، زي في خانه الكومنت انت ممكن تكتب كومنت، انت ممكن تعمل استطلاع، ممكن تشارك في ان انت تحط استطلاع، ممكن تشارك في ان انت تكتب مشكله، تكتب حل لمشكله معينه، تطرح تساؤل معين، عندك فكره بتبتدي تشارك او تبتدي تعملها سبميت او تبتدي ترسلها للموقع او للموقع، تمام. ممكن تستجيب لاستطلاع معين، ممكن تبتدي يعني تساعد صاحب الموقع او تساعد صاحب الموقع في ان انت تجاوب على مجموعه من الاسئله، تجاوب على استطلاع معين. This is what I call، ده اللي انا بقول عليه كلمه interactivity، تفاعليه، تمام. الحاجات ديت كل الكلام اللي انا قلته علشان يتم باستخدام في تصميم المواقع HTML كلغة هيكلة لازم يتم من خلال الفورمز او النماذج. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طيب يا شباب، هاو بتضمن جزء عملي، هاو تو كرييت ا فورم. طيب ايه هي التريك؟ عادي جدا، انا زي ما عملت جدول اعمل فورم. طيب لما بقول هاو تو كرييت ا فورم يبقى ايه التريك يا شباب؟ التريك بتاعتنا بتكون ان انت تكتب الكود اللي بيعمل لك الفورم، واكشوالي الكود اللي بيعمل لك الفورم سهل جدا، اسمه فورم، ليه كود بداية ويكون ليه كود نهاية، تمام كده. ما تيجي طيب نعمل كنترول اس و ران لانش ان كروم ونشوف الفورم اللي احنا صممناه
ايه ظروفه كده. زي loading index الفورم اللي احنا عملناه كله فاضي. طيب ازاي ما الفورم ده مليان؟ اكشوال يا شباب الفورم ذا باك اند هو الخلفيه اللي بيتم سحب عليها او بيتم ادراج بداخلها مجموعه التولز ديت. اكشوالي الخلفيه هي الفورم اللي بيمكنك ان انت تحط مجموعه الادوات ديت. يعني ديت اسمها تولز اللي بتتحط على الفورم. يبقى الادوات ديت من غير فورم ما بتعمل، كما ان الفورم من غير ادوات بيعتبر فاضي. دي بتكون المقدمه اللي انا عايز حضراتكم تلموا بيها ان شاء الله في بدايه الكورس. باذن الله ابتداء من الحلقه القادمه هنتكلم على الفورم اتريبيوت مجموعه الخصائص التي تكتب داخل الوسم فورم. عايزك تركز تركيز بالغ، تركيز عالي جدا في مجموعه الخصائص التي تكتب داخل الوسم فورم. على فكره يا شباب الحلقات هتمشي في سلسله، لو حاجه وقعت منك في الطريق هتتعب جدا في الاخر، فيعني حاول تتابعنا اول باول. عندك استفسار او عندك اي تساؤل ابتدي اطرحه في المكان المناسب في القسم المناسب. ربنا يوفقكم جميعا، سعداء جدا باستضافه حضراتكم على مدار الحلقه وعلى مدار التوتوريال بالكامل. في نهايه الحلقه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.